للأسف شديد أستاذ نادر أصبحت تسمية المسميات بغير أسمائها الحقيقية واستعارة أسماء مزخرفة وملونة لتحسينها. يعني الغش هو غش، يعني لا بديل له في أي مسمى آخر، لا هو شطارة ولا هو رحمة ولا هو بالعكس، الغش هو خيانة للأمانة، الغش هو نوع من أنواع الكذب والخداع، وما بني على باطل فهو باطل. يعني أي معلومة حتى نحط في الورقة هي مغشوشة ومستعارة من خارج دماغ الطالب أو من خارج مخ الطالب، هي يعني معلومة زي ما نقوله نحن غير حقيقية غير واقعية، ما فيهاش حتى الأخلاقيات، ما فيهاش القيم. نحن يعني ناس مسلمين، هذا ديننا منعنا عن هذه السلوكيات وهذه الأخلاقيات. لو انتشر هذا المفهوم بالمصطلحات اللي هي موجودة الآن، يعني الغش، معنى الغش انتشر بأنه هو شطارة وأنه هو نوع من المساعدة واللين والتسهيلات والكلام، هذا كله فعلى الدنيا السلام، حتنضرب كل حاجة، الصحة حينضرب، ما عادش تقدر تحط نفسك في أيدي أمينة، الهندسة والبناء زي ما ذكرت الأستاذة حيكون كله حيكون يعني سبحان الله كله منهار، انهيار بالكامل للمجتمع. يعني أنت حتى بتمشي تشري شيء من السوق حتجد شاك وخايف هذا المنتج، حتى في الميزان، يعني حتى في الميزان ذكر في ديننا أن الميزان لا حساب عسير عند الله عز وجل. فبالتالي الشخص اللي هو نقوله غشاش بين قوسين بمعنى مصطلح غشاش، لن تثق فيه في أي شيء، لن تصدق كلامه ولن تثق في معاملاته، حتكون الذمة المالية عنده مضروبة. والعياذ بالله، نسأل الله السلامة وأن ينقي الله مجتمعنا من هذه الأفات وهذه الفيروسات اللي هي مدمرة حقيقة للإنسان قبل كل شيء، ومن ثم حتكون مدمرة للمعاملات والعلاقات بين الناس والأعمال والخدمات والعطاء، حيكون كل شيء مشكوك فيه، كل شيء مخون فيه، كل شيء مضروب، حنفقد الثقة من بعضنا زي ما ذكرت سابقا. للأسف الشديد طبعا لما جينا بنحكي على هذا المفهوم، مفهوم الغش اللي أصبح منتشر بشكل، بل هناك أصبح هناك تفنن في إيجاد وسائل للغش، يعني مع وجود العولمة الحديثة والأجهزة الذكية يتم استعمالها للحصول على الغش. أنا يهمني جدا وأنا هذه مارس فيها مع أبنائي، يعني حتى لما يبدأ يدرس في وقت الامتحانات نقول له عندما تدرس وتذاكر المادة والمعلومة ضروري المعلومة تكون عندك لها صلاحية زمن، يكون عندها إكسباير، معلومة تبي تأخذها تحافظ عليها تكون معك مدى العمر، وليست صلاحية لزمن الامتحان، مجرد ما يطلع من الامتحان تسأل حتطلع المعلومة، يعني وكأنها استعارة لزمن معين حط عليها مؤقت زمني وعشان يحطها في الامتحان وبعد يطلع من الامتحان لو تتذكر أستاذ نادر يصير في أحيانا إعادة امتحان لتسرب أسئلة وهكذا. فبالتالي شنو يصير؟ الطلبة يحزنوا يقول لك لا نحن امتحنا وجاوبنا وكملنا وعليش تعودنا في الامتحان. لو أنت واثق من نفسك ومعلوماتك موجودة عندك مش هتزعل، بل بالعكس لعلها فرصة أنك أنت تراجع أكثر وتجيب درجة أعلى يعني في إعادة الامتحان. للأسف الشديد عفوا أن مفهومات أو مفاهيم كثيرة عندنا أصبحت مغلوطة، المسميات بغير مسمياتها الحقيقية. هذا العبث اللي حيكون منتشر في المجتمع سيرافق الأجيال، ونحن هنا قاعدين نصنع في موروث ثقافي سلبي للأجيال القادمة.